النادي القادسيه بعد تفوقه بهدفين على هدف، بدايه مع المنسق الاعلامي عبد الحميد الشطي من نادي القادسيه. بدايه نقول لكم مبروك التاهل، لكن مثل ما حصل في هذه المباراه اليوم ما شفنا القادسيه يعني كان بمستوى بعد قبل ضربه الجزاء، لكن مع ضربه الجزاء نبي ناخذ راي حيادي كونك منسق اعلامي، رايك في تقييمك لحكم المباراه اليوم امام النصر. بالحقيقه يمكن الحين غريب لو تلاحظ في احداث اشتباكات بين جمهورين، جمهور القادسيه وايضا بالنسبه لي النادي النصر. ما كنا نتمنى توصل طبعا المباراه لهذه المرحله من الاحراج. اعتقد بان اليوم التحكيم هناك من هو متخصص في مجال التحكيم بامكانه ان يعني يرصد كل الاخطاء اللي وقع فيها الحكم، سواء من حالات الطرد او من حالات بعض القرارات العشوائيه. ايضا اضاعه الوقت كان هو سبب فيها. احنا طبعا بالنسبه للقادسيه انت عارف غريب الان قاعد نمر في ظروف جدا صعبه، في غيابات كثيره بالحقيقه بسبب الاصابات وبسبب حالات الطرد. يمكن اليوم حالتين طرد شفناه في المباراة، مما راح يأثر على القادسية. عندنا استحقاقات أخرى أيضا يوم الجمعة الجاي إن شاء الله مع النصر. أيضا كنا نتمنى طبعا أن نشوف مباراة تستحق المتابعة من حيث الأداء الفني، من حيث اللمحات الفنية والجمل التكتيكية، لكن مع الأسف اليوم شفنا فوضى. يمكن الشيء الغريب يمكن احنا انا دائما احب اني ارصد الارقام، يمكن لاحظنا اليوم 13 دقيقة اعتقد رقم مبالغ فيه. كابتن عبد الحميد الشطي نتمنى لكم التوفيق. طبعا هذه الان القادسيه وقع في يعني اشكال في النهايه بوجود غيابات، نتمنى لكم التوفيق. واخيرا بس تقييمك لحكم المباراه مجملا. عموما يعني يمكن هناك في لجنه تتابع حكم المباراه اليوم، انا حسب ما اشرت في السابق انه بالفعل يفترض ايضا هناك اللجنه المختصه سواء كانت لجنه الانضباط، لابد وان تضع الكل ان يقف عند حده ان صح التعبير. كنا نتمنى يكون التنظيم افضل ايضا في الاستاد، لكن شفت الامور شلون يعني آلت ما آلت اليه. شكرا. مبروك انت اهل، وان شاء الله نشكركم في النهايه بشكل افضل. طبعا ايضا